اللي فاتحين الموضوع مهم جدا، يعني قاعدين نشوف في نماذج لناس قدرت تماما ان هي تستفيد بصورة ايجابية من الحظر المنزلي، وتعرف تماما ان هي تتجه لجانب خاص بالتطوير او ان هي التدريب، او حتى كمان انها تاخذ مساحات عشان ما تعمل او تكتشف مواهبها وتعمل حاجة هي بتحبها. واحد من الشخصيات الجميلة معروف تماما بدعمه لشريحة الشباب، بيساعدهم على ان هم يمتلكوا مهارات وان هم يتطوروا وان هم يتجهوا عشان ما يفهموا الحياة دي بصورة جدا ايجابية، ويعملوا بصمة واضحة وتكون جدا هي حاجة ناجحة وسط المجتمع. فأستاذ وائل عوض حسن هو مدير مركز نورسين للتدريب والتطوير، اتجه لمبادرة تانية انه هو يقدر يستفيد من الحظر المنزلي، وكمان يخلي انه في استفادة لشريحة جدا كبيرة وشريحة مهمة. اللي لموضوعنا حنتكلم على التدريب اونلاين، وهنسعد جدا انه هو يكون معنا عبر الهاتف ونتونس اكتر في الموضوع. صباح الخير وصباحك سعادة استاذ وائل. السلام عليكم. صباح النور. صباحك نور، كيف عامل؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، الله يكرمك يا رب، يا كل خير. يعني احنا يمكن من زمان بنسمع بالتدريب اونلاين، لكن الايام الحاصله دي مع الحظر وكده ده زي ما بقول وقته صح، فكده دينا معلومات كده اكتر عن فكره التدريب اونلاين وكمان طريقه ظهوره واتجاهنا له في الوقت الحالي، يعني بصوره ايجابيه. طبعا اول حاجه في البدء، كل عام وانتم بخير، كل عام والسودان ارض للبذل والعطاء. من هنا يعني دعيني أرسل تحياتي عبر مركز نورسين للتدريب المتطور إلى كل فرد من أفراد هذا الشعب الصامت الذي يتحدى دوما الصعاب وحدة تلو الأخرى. ولا أنسى بأن أترحم على أرواح شهداء ثورة يزنب ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، آمين يا رب. ونزال سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقديم كل ما نستطيع من أجل هذا الوطن المحتاج جميعا. بالنسبة للفكرة، فكرة التدريب أونلاين، يعني البرنامج هو كبير جدا جدا، فياريت يفضل أنه نحن نحصره فقط على مواقع تواصل المجتمع السوداني، على أساس أنه بقدر الإمكان نقدر أنه نوصل للشريحة اللي إحنا حاليا شغالين عليها. إحنا بأستاذ وائل إحنا هناخده بصورة عامة لما هو متجه عليه وعالميا، وتطبيقه في السودان طبعا من خلال المركز الخاص بكم، من خلال المبادرة اللي أنت اتجهت عليها. نعم. بالنسبه للتدريب اونلاين، يعني هي حاجه يعني متطوره جدا جدا، سهلت لجميع الاشخاص الحصول على كل المواد، على كل الداتا اللي هم محتاجين لها. وفي نفس الوقت هي حاجه يعني مستقبليه زاهره جدا جدا، بتفيد كل الشرائح بتاعت المجتمع الحمد لله. نعم. طيب استنادا على التجربة دي داخل السودان وتدريب أونلاين، عايزين ناخد الإيجابيات والسلبيات اللي ممكن تكون بتواجه المجال ده في السودان، وكيف ان انتوا قدرتوا تلقوا لها حلول، ونتكلم أكثر يعني على الجانب ده. طيب بالنسبة للإيجابيات، يعني انه سهلت زي ما قلت لكثير من الأشخاص، وخاصة في الوقت الحالي اللي هو الوقت الحجر المنزلي، انه سهلت لكل الأشخاص انه هم يعني بقدر الامكان انه هم يتحصلوا على الشيء اللي هو ناقصهم، يتحصلوا على التفاصيل اللي هم محتاجين لها، سواء كان في مسيرتهم الحياتيه، سواء كان العلميه او العمليه. في نفس الوقت يعني نمت عقول كثير من الاشخاص، في نفس الوقت يعني عملت توازن لجميع الاوقات اللي هم تكونوا محتاجين لها. بالنسبه للسلبيات، بكل مصداقيه عندنا سوء شبكه في يعني في السودان، يعني دي واحده من السلبيات اللي احنا بتواجهنا، بانه يعني الشبكه بتكون نوعا ما هي يعني بيكون فيها بحث بالنسبه لحصولهم على الماده وبالنسبه لاشتراكهم معنا. الحاجه الثانيه من السلبيات بانه بيكون ما عند يعني في عدم يعني كل مصداقيه، في عدم يعني انه ممكن اوصلك بطريقه مبسطه انه التكنولوجيا، يعني كثير من الشعب السوداني هو يعني استخدامها مثلا للتدريب الاونلاين في الفتره الاخيره يعني. طيب يعني استاذ عوض، بس الجانب حق الاستخدام يمكن برضه الناس اتجهت لان هي تمتلك فيه بعض المهارات عشان ما تعرف تتعامل كيف مع التكنولوجيا زي ما انت ذكرتها، فاكيد في مشاكل طبعا واجهتكم عشان ما تنسقوا التدريب عن بعد، او تحديات خلينا نقول اكثر من مشاكل. طيب هي التحديات بالنسبه لنا، يعني انه كيف انه قدرنا انه خلقنا نوعا ما بانه يا هو التدريب الاونلاين هو يعني شيء مميز، وشيء يعني فيه نوع من المصداقيه، فيه نوع من الثقه، فيه نوع من الكواليتي اللي انت
بتحتاج ليها على اساس انه انت تقدر انك تستفيد منها. اي فدي كانت واحده من التحديات اللي هي واجهتنا، انه يعني الشعب السوداني زي ما انا ذكرت بانه هو نوعا ما كان عنده الميول لانه هو يعني يحاول بقدر الامكان انه هو ينضم للكورسات الاونلاين او ينضم للتدريب اونلاين. طب استاذ عوض، يعني استاذ وائل معلش عفوا، الجانب الخاص بانه المجتمع السوداني و تواصلوا مع اللي هو المواقع اللي ممكن يكون فيها الجانب الخاص بالتدريب الاونلاين ده، فعايزه اعرف مدى التزام الناس ممكن تكون بالتدريب والمساحات اللي هي ماخداها، وهل هم ملتزمين حتى لما الناس اللي بتسجل يعني كمتدربين ومتلقين يعني الخدمه دي؟ والله في الحقيقه يعني نحن عموما يعني بنقول انه الالتزام هو في حد نفسه بيخلق الشيء المناسب، في نفس الوقت هو بيفيد الشخص لنفسه، يعني حاجة دي هي لنفسه ذاته. فالحمد لله بالنسبة لنا كتقارير وريبورتات هي جاهزة بالنسبة لنا، الحمد لله في التزام في كل شيء، يعني سواء التزام بالوقت، سواء التزام بالبيانات اللي نحن بنطلب منهم، سواء كان التزام بمسائل مادية نحن بنطلب منهم. في تفاصيل برضو دي واحدة من الحاجات اللي احنا واجهتنا، انه مثلا في سداد الرسوم بالنسبة للكورسات، لكن نحن بنتعامل مع الأغلبية او مع الكل بصورة عامة. أيوه. انه الثقة هي متوفرة نوعا ما، يعني واحدة من الطرق اللي احنا كنا بنتعامل بها بالنسبة للسداد هي عبارة عن تطبيق بنكك او عبر الرصيد، لكن في المسألة في الاوقات النهائية إن عدم الرصيد نسبة لأنه الحظر هو نوعا ما شبه كامل، فكان دي واحدة من السلبيات أو المشاكل اللي هي بتواجه المتدربين عموما. ومع ذلك أكيد في حلول كثيرة أنتم قاعدين توضعوها على أساس أنه المتدرب يتلقى الخدمة بصورة جدا جميلة. طب أستاذ وائل، في جانب ممكن يكون لو إحنا استندنا عليه وأنه المحتوى الأكاديمي اللي هو قاعد يتخطى للمتدربين والمشاركين، وتخليه ممكن برضو أسألك يعني الجانب الخاص بهل بيتم مراعاة أنه في متلقي بكون عايز يسمع، في متلقي عايز يكون شايف المدرب ده، في متلقي عايز يقرأ بس، في متلقي عايز يسمع، وده تخيلين انه انت لو في قاعة بتقدر تماما تتحكم وتقدر تقرأ الناس دي وتعرف ان هم عايزين شنو. فكيف انتوا قادرين تقيسوا ان المردود الاكاديمي او المحتوى الاكاديمي ده هو قادر يحقق رؤيتكم دي؟ طيب ممتاز. عندنا نوعا ما من الدورات التدريبية هي في حد نفسها ذاته بتكون مقسمة على حسب التطبيقات، يعني مثلا احنا اكثر شيء بنشتغل بتطبيق الواتس المعروف، زائد بنشتغل بتطبيق الزوم اللي هو عبارة عن صورة وصوت، زائد الإسكايبي، زائد التليجرام. ففي مواد نحن بنشتغل أكثر شيء مثلا بالواتس نسبة لأنه هي المادة التدريبية بتكون عبارة عن ريكوردات أو بتكون عبارة عن بوستات أو صور. في مواد تدريبية ثانية مثلا إدارة الموارد، إدارة المشاريع الاحترافية BMB. في كثير من الأحيان نحن بنشتغل بتطبيق الزوم نسبة لأنه الأغلبية هم بكونوا من خارج السودان، وزي ما قلت دي جبال نحن هي عبارة عن واحدة من السلبيات اللي هي بنعانيها إنه الشبكة. ففي في تطبيقات هي بتكون محتاجة لشبكة عالية، محتاجة لشبكة متميزة على أساس إنه الردود أو على أساس إنه ردة الفعل إنها هي تكون واضحة بالنسبة للجميع. طيب أستاذ وائل، سؤال واضح كده ومباشر، هل المكسب المادي هو كان السبب الوحيد لاتجاه مجموعة مثلا من مراكز التدريب اللي هي تحول توجهها وانها تخليه جانب خاص بالتدريب أونلاين، ولا هو ممكن يكون فعلا إحساس بحاجة المجتمع لأنه هو يقضي وقت بصورة إيجابية؟ والله يعني بكل مصداقية في كثير من المراكز، يعني أنا صراحة ومعجب بها جدا جدا بأنه هي الرؤية بتاعتها ما رؤية فقط هي رؤية مادية. الرؤية بتاعتها أنه هي بتحاول بقدر الإمكان أنه هي تساعد المجتمع عموما، بأنه هي في هذه الفترة بأنه تحاول بقدر الإمكان تقدم الشيء اللي هي شقال عليه، في نفس الوقت يعني تحاول بقدر الإمكان تساعد كل من هو داخل المنزل بأنه هو يستفيد من وقته، بأنه هو يعني يحاول أنه يتعلم وأنه يعني يمشي لقدام ويستفيد أكثر وقت. الجانب المهم طبعا واصل معلش عفوا. نعم، أما المسألة المادية هي في الحقيقة هي طبعا عنصر مهم جدا جدا، عنصر استمراري بالنسبة للمراكز نسبة لأنه بيكون عليها تفاصيل كثيرة، سواء كان مرتبات موظفين، سواء كان إيجارات، سواء كان مستحقات
ليه كل من هو رسوم اشتراك في في الانترنت مقابل برضه يعني مثلا. مشكلة. طيب نعم الجانب المهم انه احنا يمكن دايما في كل الدورات التدريبية والمواد اللي هي بتكون مقدمة بتقدر تمام انت بتعمل تقييم للمتدربين وكيف ان هم تلقوا الخدمة الخاصة بالتعليم، وبتقدر تمام بتوزن او بتعرف انت كمركز او كمدرب تقييمك للمتدرب ده، هل هو تفاعل معاك، هل هو عرف، هل هو فده كيف بيتم تقييمه واحنا الليلة بنتعامل اونلاين يعني، فشنو التقييم الحلول ده اللي بيكون اتجهتوا لها في جانب التقييم؟ عن طريق المشاركة بتاعته داخل المنصة، سواء كان منصة الغاص أو الزوم، بتكون عبر المشاركة بتاعته. زائدا بتكون عبر في بعض المواد التدريبية نحن بنكون عامل لها امتحانات، يكون في تستات بالنسبة لها على أساس إنه نقدر إنه بقدر الإمكان إنه هو نقيم. في نفس الوقت بنحتاج أو بنشتغل أكثر شيء على الصيغة، فبنحاول بقدر الإمكان إنه هو المتدرب إنه يكون واضح معانا بانه لو في اي شيء هو مثلا كتقييم او اقتراح او راي هو شايف انه مناسب بيحاول انه يفيدنا به ونحن يفيد غيره، فهو بالواضح هو الحمد لله بيساعدنا بهذا الشيء. جميل. استاذ وائل، عايزه انا مصر اقول استاذ عوض، ما اعرف ليه، استاذ وائل عايزه ارجع معاك لجانب جبال سالتك من اللي هو الانماط المختلفه في الشخصيات، وان هي كيف بتتلقى الماده المقدمه دي، لانه زي ما عارف تماما هو يمكن الطريقه والمحتوى اللي انتم نفسه بتخطوه الاكاديمي ده قد يكون متناسب ومتماشي مع كل انماط الشخصيات، فهل ده طبعا برضه انتم بتراعوا ليه صح؟ نعم حقيقي، بس بتكون هي إشكالية بالنسبة لنا، لأنه نحن في الحقيقة بنشتغل على الكم وليس بنشتغل على التحديد. ففي الأغلبية دائما الأغلبية هم بيكون التفاصيل حقتهم هي بتكون مثلا سمعية نادر أو بسيط، ما تلقى ناس مثلا هم بصريين يعني بيكونوا مثلا محتاجين لصور وصوت، فبرضه نحن بنشتغل عليهم، بنحاول بقدر الإمكان إنه نجمع كل اللي هم مثلا عباره عن بصريين مع بعض ايوه، على اساس انه هم يكونوا في اناء واحد، يكونوا مشتركين في حته واحده وده بيتعامل ونقدر. لهم تدريب مسبق عشان ما تعرف انه هو بصري ولا هو، ولا انت طبعا والله بتكون طارح البرنامج وعلى بتكون حسب ما واضحه في هو زول التقييم، يحب طبعا هي بتكون واضحه في ايوه، التقييم. وانه كل ما زال هو بيحب ان هو يتلقى الحاجه دي عبر صوره تخليه برضه بتكون واضحه جدا في الاستماره اللي انت ذكرتها الخاصه نعم بالتسجيل نعم للالتحاق بالدورات اللي هي مقدمه. استاذ وائل نعم دي ممكن تكون مشكله ان هي يعني خلت ان الموضوع يكون محدود بتاع انك انت بتقدم في شنو المحتوى باي شكل، ولا عادي يعني ما فرقت في حاله؟ بس ما فهمت السؤال معلش. معلش طيب اوكي، انا قلته بطريقه اللي هي ممكن تكون بسيطه جدا، وانا قاصده بيه هو انه يعني مثلا بنشوف انه التدريب السينمائي، بنشوف انه مثلا كيف انه انت تصبح منتج، كيف ما كل البرامج دي هي بتنفع انها تكون تدريبه اونلاين، فده هل انه حداكم في انه المواضيع اللي انتوا تختاروها للدورات التدريبيه تكون محدوده، ولا ما فرق في حاجه؟ نعم هي للمصداقية وعلى أساس إنه المتدرب هو يستفيد، فأكيد إنه في مواد تدريبية هي لا تصلح بإنها هي تكون مثلا عبر مواقع التواصل الإلكتروني سواء كان واتس أو زوم. في مثلا عندنا مثلا إكزامبل اللي هي تكون محتاجة لبراكتيكال، تكون محتاجة ايوه لعملي، مثلا البرامج الهندسية، الأوتوكاد، الأشيكات، ايوه البرامج المحاسبية، المحاسبة الإلكترونية وما شابه ذلك، فهي بتكون محتاجة لتطبيق عملي أكثر من إنه هو يكون نظري. فدي ان شاء الله حتى دي واحده من الحلول او المشاكل اللي هي واجهتنا، وان شاء الله نحن في مقبل الايام باذن الله شغالين على هذه ان شاء الله المعضله على اساس انه هي تكون يعني مرنه وتكون سهله للجميع، انه نقدر بقدر الامكان انه نحن في هذا المجتمع السوداني انه نتميز بها، وان شاء نعم الله حاضرها ان شاء الله نور اكيد اكيد، تاخذ. طالما انه شعاركم هو التطوير والجوده وكمان التحسين المستمر طبعا تماما هتقدروا تعملوا الحاجه دي وتكون جدا هي خدمه متميزه والناس تقدر تماما هي تستفاد منها بطريقه ايجابيه زي ما ذكرتها. الجانب المهم هو خلاص ان انتم حددتوا المحتوى وحددتوا كمان المتدربين اللي هيتلقوا المحتوى ده وتلقوا التدريب وكل حاجه، هل بيحصل امتحانات مع بعض الدورات التدريبيه، وكيف انه حتى بيتم تصحيح الامتحانات دي وتوصيل الشهادات لي، او مثلا انه الريزلت ده ناجح ما ناجح تقييمه ده كيف بتم، عايز اعرف طريقة التعامل دي. طيب بالنسبة للامتحان، في ما كل المواد نحن بنكون بنشتغل عليها امتحان، بتكون مثلا في مواد تدريبية معينة هي بتكون محتاجة لامتحان، فدي نحن بنعمل لها امتحان. الامتحان ده بيكون اونلاين سواء كان بي دي اف او سواء كان اسئلة نعم شفوية. بالنسبة للشهادات، ايضا هي بتكون مثلا نهاية كل دورة تدريبية. الشهادة بتكون عبارة عن صورة أو بتكون عبارة عن بي دي اف ترسل للمدرب
سواء كان في الواتس او سواء كان في الايميل الخاص به. ايضا بالنسبه للصوره الاصلي بالنسبه للشهاده هي بنوعد عموما المتدربين بانه ان شاء الله بامكانهم ان هم يتحصلوا على الشهاده الاصلي لاحقا بعد مرور الازمه التي تمر بها البلاد حاليا ان شاء الله من مغرب المملكه في بعض المحطات. ان شاء الله بنامل انه بكره يكون جدا جميل ومليان بالامل ومليان بالاشراق. استاذ وائل عايزه اديك مساحه اخيره، رساله لكل الناس اللي هي بتبحث دائما نحو ان هي تتدرب وان هي تتعلم وان هي تتطور وانه كمان تكون عايشه حياتها بصوره جدا ايجابيه. انا بتمنى من عموما من كل الاشخاص انه يحاولوا بقدر الامكان في الفكره اللي هي احنا حاليا بنقول عليها انها هي سلبيه، لكن انا من وجهه نظري انها هي ايجابيه جدا لانه ورتنا حاجات كثيره جدا احنا كنا جاهلينها تماما. واحده من الحاجات اللي كنا جاهلينها موضوع الاونلاين، الدورات التدريبيه اونلاين، فالحمد لله الاتجاه يعني والتركيز معه طبعا. نعم. فبتمنى من الجميع بانه يحاولوا بقدر الامكان يعني يفرغوا زمن من يومهم بانه ينافي يعني يحاولوا يبحثوا عن دورات تدريبيه سواء كان في اليوتيوب سواء كان في مواقع الكترونيه يعني مشهوره جدا جدا ومعروفه جدا وفيها مواد دسمه ومواد ممتازه جدا. فبتمنى انه هم يعني يحاولوا بقدر الامكان انه يتحصلوا عليها ويستفيدوا يكونوا قريبين منها جدا. ويا ريت انه كمان نخليها عاده ودوريه مستمره حتى ما بعد ان شاء الله انه الحياه ترجع لطبيعتها. اللي هي واحده من الحاجات اللي احنا ان شاء الله شغالين عليها ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله حتكون الاونلاين هي مستمره بطريقه ان شاء الله ان شاء الله افضل وان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا، ربي يكرمك ان شاء الله بكل الخير. استاذ وائل عوض حسن كنت معنا في حديث حول تدريب اونلاين، شكرا جزيلا لك.